عشان متنا من الجوع عندك ومعاقب يا كلش. ليش معايك؟ ليش طايق؟ عين الله يعني دقيقة. خلتنا تبكي عشان خبز يا جماعة، خبز لها أكثر من شهرين ما أكلتش خبز. من هنا بدأت الحكاية. كنا عربا أذلاء، قبائل نغزو بعضنا البعض، وبعضنا الآخر كان يتحالف مع الروم والبعض الآخر مع الفرس، فنتحارب بالوكالة عن الفرس والروم. ولكن كان هناك رجل معروف النسب. من هنا بدأت الحكاية. كان هناك رجل معروف النسب، وصفه أعداءه بالصادق الأمين، فتحول إلى رسول مرسل للعالمين، فأكرمنا الله به، فكان خير الأنبياء والمرسلين، فتحولنا من عرب أذلاء إلى مؤمنين أعزاء، فأصبح سلمان الفارسي أخاً لصهيب الرومي، وبلال الحبشي أخاً لأبي بكر القرشي، وتحول عمر بن الخطاب من جبار قبل اعتناقه للإسلام إلى راع لأمة الإسلام، فوصفنا الله في خير كتاب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فجبنا العالم ناشرين لرسالة الإسلام، ومخرجين البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فقضينا على العبودية للأغنياء، وحولنا البشرية إلى شرف العبودية لله، وقضينا على الفقر حتى نثرنا القمح على رؤوس الجبال لكي لا يجوع طير في بلاد الإسلام، وحركنا الجيوش لنصرة أخت الإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، ورغم قلة الموارد والثروات كنا مغيثين لإيرلندا من المجاعة، رغم أنهم ليسوا من أمة الإسلام. فعلا إنها رسالة رحمة للبشرية جمعاء. ولكن بعد أن هدمت دولة الإسلام، دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحولنا من رابطة الإسلام إلى رابطة الوطن والقومية، ونزعت منا نخوة الإسلام، بل ونخوة الجاهلية لم نعد نراها، فامتلأت بلاد الإسلام بالثروات التي لا حصر لها، نفط وغاز وفسفور ومناجم ذهب لم تكن بعهد من أمر بنثر القمح على رؤوس الجبال، ولكن الفقر ازداد وازداد، فنحن أغنياء بثرواتنا ولكننا نموت جوعا. فعلا إننا نمر بمجاعة الأغنياء، فما هو الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟ عين الله يعني دقيقة. خلتنا تبكي عشان خبز يا جماعة، خبز لها أكثر من شهرين ما أكلتش خبز.